سيدة نغم كباس بتنضم إلينا من موسكو، المحللة السياسية في سبوتنيك. مرحبا بحضرتك معنا في هذا النقاش. بداية، يعني اتهام روسيا لأوكرانيا بالضلوع في هجوم كراكوس الإرهابي، على الرغم من إعلان داعش نيته الهجوم أو تبنيه لهذا الهجوم عفوا، برأي حضرتك في هذه المعضلة أو في هذه المسارات المختلفة، وما الرؤية القابلة أكثر يعني أن تكون منطقية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام، وتعازينا القلبية لجميع ذوي الضحايا الذين قضوا في هذا الهجوم الإرهابي الشنيع في موسكو. الحقيقة لا يمكن أن تكون داعش هي من نفذت، أو تنظيم داعش هو من نفذ هذا الهجوم الإرهابي، لأن البصمات الأولى التي رفعها الأمن الروسي والكاميرات التي فتحها وأجهزة الهاتف التي كانت برفقة المتطرفين الذين نفذوا هذا العمل الإرهابي كانت توحي بوجود اتصالات مع الجانب الأوكراني، إضافة إلى وجود ممر عبر الغابات يربط روسيا وأوكرانيا على الحدود بين البلدين، وقد أعد مسبقا، يعني هذا المعبر كان قد دخلوا منه سابقا إلى روسيا، نفذوا هذه العملية وعادوا أدراجهم من نفس المكان ومن نفس الممر، ولكن هنا قبض عليهم الأمن الروسي. هذه التحقيقات الأولية وهذه الإعلان الرسمي الروسي عن هذا الموضوع، ولكن للأسف الغرب ومنذ اللحظة الأولى وقبل بدء التحقيق أصلا بعد لحظات من انتهاء هذا الهجوم الإرهابي البشع، خرج علينا المتحدث باسم البيت الأبيض ليقول بأن أوكرانيا بريئة من هذا الهجوم وأن داعش هي من قامت بهذا الهجوم. كيف عرف الأمريكي قبل الروسي أن داعش، وقبل حتى داعش أن يعني تنشر أي بيان، كيف عرف الأمريكي؟ كيف عرفت وسائل الإعلام؟ هذا مرتبط بالتحذير اللي وجهته الولايات المتحدة أيضا قبل هذا الهجوم أو قبل هذه العملية لرعاياها في داخل موسكو، يعني هي كان لديها علم بما سيحدث أو باحتمالية وقوع عملية إرهابية. لماذا لم تحذر الجانب الروسي بشكل رسمي؟ لماذا لم ترسل معلومات دقيقة بأن داعش يريد الهجوم عليكم في مكان كذا وكذا من خلال أشخاص متواجدون في مكان كذا؟ هم يعني لم يوجهوا رسالة لموسكو، هم وجهوا رسالة لرعاياهم، ولو أنهم أرادوا مساعدة الاستخبارات الروسية لكانوا فعلوا ذلك، لكانوا أعطوها معلومات كافية. هذا أولا. ثانيا، هم أرادوا إلصاق التهمة بداعش من أجل ضرب النسيج الاجتماعي الروسي. هل تسمع مسموع صوتي؟ نعم نعم، تفضلي اكملي. نعم. تفضل. لضرب اليوم نحن في روسيا مسيحيون ومسلمون صائمون، فترة صيام، صوم كبير عند المسيحيين وصوم رمضان عند المسلمين، وأرادوا تنفيذ هذا العمل الإرهابي الشنيع وإلصاقه بالإسلاميين لضرب النسيج الاجتماعي الإسلامي المسيحي في روسيا. ولكن أقول لا للغرب، لن ينجح بهذا المشروع البشع الشنيع واللعب على وتر الطائفة، لأن المسلمون والمسيحيون يعيشون في روسيا بأمان وبسلام، وموسكو فيها أكبر جامع في روسيا كلها وفي أوروبا، تضم العاصمة أكثر من 5 ملايين مسلم، والسيدة فاطمة أيضا مسلمة وتعي جيدا كم هذا التعايش السلمي، وكم أن القوقاز الروسي الذي هو مسلم أيضا يأتون إلى موسكو كمواطنين روس ويعيشون ويعلمون. طيب. ويعملون. سيدة نغم، أسألك سؤال. نعم تفضل. الانعكاس هذا الهجوم في رأيك على مسار الحرب الأوكرانية، طالما أن هناك توجيه للاتهام لأوكرانيا بالضلوع في هذا الأمر، كيف سيكون الرد الروسي في رأيك في مسرح العمليات؟ روسيا أصلا متقدمة في هذه الحرب في هذا التوقيت، وأوكرانيا في مأزق وتنتظر الكثير من الأسلحة التي طلبتها. كيف يمكن انعكاس هذا الهجوم الإرهابي على مسرح العمليات؟ يعني الحقيقة هذا الانهزام الأوكراني وعدم القدرة على تحقيق أي شيء عملي بالميدان دفعهم إلى تنفيذ هذه العملية الإرهابية، إضافة إلى قصف
المدنيين في سفستوبل اليوم منذ ساعات قصفوا المدنيين بالصواريخ وهناك ضحايا أطفال، يعني إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تهاجم الأراضي الروسية باستمرار ومصافي تكرير النفط، كل هذا يدل على الإفلاس الأوكراني. هم لا يستطيعون تحقيق أي شيء بالميدان فلجأوا إلى هذه الأساليب الرخيصة. والحقيقة أنهم الأسبوع الماضي حاولوا اختراق الحدود الروسية من مدينة بيلغراد أكثر من 10 مرات، ولكن الجانب الروسي صد هذا الاختراق، وهم أرادوا اختراق الحدود ولكن فشلوا. كل هذا الفشل الذريع الذي مني به، واليوم أيضا روسيا استطاعت التقاط رسالة صوتية من القوات المسلحة الأوكرانية كانوا يتحدثون بها عن فشل زيلينسكي بإعطاء أوامر عسكرية يعني ناجعة أو مفيدة، أو القدرة أصلا على اختراق خط الدفاع الروسي الذي يتميز عبر التاريخ بمتانته. كل هذا يشير إلى أن هناك امتعاض في الداخل الأوكراني ضد زيلينسكي. ودعيني هنا أقول أن زيلينسكي الآن بالنسبة للغرب من وجهة نظري أصبح هو الجولاني الجديد الذي سيقوم بمحاولات تنفيذ عمليات إرهابية في الداخل الروسي،